السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأدي حضراتكم كده الاختبار المهم في اختبارات البانيو، وأهم اختبار فيهم حضراتكم بعد التركيب عشان نتأكد من سلامة البانيو ما يبقاش فيه كوارث فيما بعد. طبعا احنا كده ملينا وملينا الطابق على أساس نختبر أولا وصلة الفايز، عشان الكل ما بينتبهش للجزئية دي، إنه البانيو لما حضرتك بتملاه بالمنظر ده كده وقافل الطابق على أساس إن أنت إيه ممكن تستخدم البانيو وكلام من ده، فبيبقى المية الفايز بتنزل في نفس الدائرة دي كده حضراتكم من هنا. فانت لازم تأكد على الشغل ده هل هو سليم بالمنظر ده. كنت كده انا لو يعني انا هوقف من الصوت على اساس اسمع حضراتكم الصوت ازاي المية تتدفق من الفايز في نفس الماسورة. كده واضح صوت المية حضراتكم ان هي بتنزل من الفايز في نفس الماسورة الاستانلس، على اساس اتاكد من سلامه الجراب اللي هو البلاستيك اللي قافل على الوصلتين اللي هو امام حضراتكم ده، ان هو ما بهربش معاي ميه عشان ما تبقاش في مشكله فيما بعد، وان وش الطابق ده فوق برضه ما بهربش معاي ميه وان هو سليم، على اساس لما انا اقفل الجزئيه دي، عشان كده الجزئيه دي بنسيبها في اخر حاجه، بنقفل ستارت البانيو وبنسيب الجزئيه دي في اخر حاجه بعد ما يتم موضوع الاختبار، ونتاكد تماما انه ما فيش اي خلل بالنسبه لوش الطابق بتاع الفايز والماسوره كلها، مع رغم ان احنا عملنا لها اختبارات في الاول برضو حضراتكم، ولكن كده احنا بنزيد الاختبار تاني، وكده حضراتكم نقدر نقول ان احنا الوصله دي معانا سليمه. وكده بنأكد من هنا على الطابق وعلى اهميه الاختبار ده. ففي نقطه هنا حضراتكم اهو، اهي نقطه صغيره جدا اهي في الطابق اهي، عشان نبقى صراحه مع حضراتكم ونبقى بنبين لحضراتكم الحقائق وما بقاش بنغش حد. شايفين حضراتكم النقطة اللي تنزل اهي؟ يبقى الوصلة دي معاي سليمة. الوصلة دي ما فيهاش مشاكل وسليمة حضراتكم. ولكن في يعني إبرة اهو، إبرة صغيرة. إبرة صغيرة اهي هي اللي عاملة الإشكال ده. عشان كده بيجي أهمية الاختبار ده، احنا حاطين طبعا الورقة دي جافة، ولكن شفت النقطة بمثابة نص ساعة عملت إيه؟ عملت نقطتين في الأرضية، فكده مع الزمن تعمل معانا خلل. فإحنا إن شاء الله هنعالج المشكلة دي، وهنبقى نعرض لحضراتكم فيديو تاني بعد ما نتمم عملية إيه؟ عملية الإصلاح. ولكن كده بنعرض إحنا عشان نبقى الحقيقة والشفافية مع حضراتكم، ما بنغشش حد، وعشان نبين نقطة إنه أهمية الاختبار بتاع البانيو ضروري جدا. وإحنا عملنا اختبارين للطابق قبل التركيب، واحنا كده قفلنا وشدنا كويس على الطابق وحطينا سيليكون، مع رغم ذلك برضو حضراتكم في نقطة سن ابرة اهو، حاجة بسيطة خالص بتدمع معانا مع ضغط البانيو، لان احنا ضاغطين البانيو زي ما شايفين حضراتكم، ملينا البانيو للاخر. ما يحط لكش شوية مية بسيطة في البانيو ويقول لك انا عملت لك اختبار، او وقف لك البانيو مع على حاجة عالية وتبص ان مفيش حاجة. لا، مع رغم ان احنا اختبرنا الطابق ده، ولكن احنا اختبرناه بجردلين مية بس، فجردلين المية ما بيدوش الضغط الكافي للبانيو. طبعا استحالة ان احنا هنقدر نملأ البانيو هو فارغ قبل التركيب، ولكن بعد ما تم التركيب وتم الثبات بتاعه قدرنا ان احنا نعبي البانيو حضراتكم. ودي اهمية الاختبار بتاع البانيو، لان البانيو ده اساس مشاكل في الشقة حضراتكم، تحصل منها كوارث. وعشان ما تحصلش الكوارث دي، احنا كده اختبرنا الفايز اهو حضراتكم، والطابق اختبرناه اختبار اولي، ولكن برضو في نقطة هنا، فالنقطة دي ان شاء الله هنعالجها وهنبقى نعرضها ايه لحضراتكم، وعشان نقدر نقفل الجزئية دي. فالجزئية دي كده احنا خلاص حققنا منها ان هي سليمة، ولكن النقطة دي احنا ان شاء الله هنعالجها ونرجع لحضراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.